أدباء حول العالم يكتبون ضد الحكام المستبدين والديكتاتوريات. المئات منهم يقبعون في السجون حول العالم أو يلاحقون أو يدفعون إلى المنفى. هل يمكن للمرء الاستمرار في الكتابة إذا تعرض للتهديد والنفي؟ مجرد قصيدة تثير غضب من هم في السلطة أحياناً، وأحياناً مقابلة، أو كما في حالة سلمان رشدي رواية آيات شيطانية التي كان لها أن تكون ساخرة ولكنها قرئت على أنها كفر. من يكتب يصبح خطراً. نتلقى باستمرار رسائل من الكتاب، زملاؤنا الكتاب والأصدقاء والصحفيين من مختلف البلدان يقولون فيها أنهم مهددون، والسبب هو أن العالم يتجه نحو الهاوية والشعبوية والاستبداد، يعرضان حرية التعبير للخطر. ما الذي يغضب أصحاب السلطة؟ لماذا هذا الغضب وهذه الكراهية تجاه الكتاب؟ هذا غريب، لأن الكتاب ليس لديهم جيوش. أعتقد أنهم خائفون من الرؤى البديلة للعالم. من سمات الحكم الاستبدادي أنه يسعى إلى فرض رؤيته الخاصة للعالم مستبعداً الجميع. يريد أن يخاف الناس من الاعتراض عليه. لكن كل كاتب لديه رؤيته الخاصة للعالم، ومن هم في السلطة لا يحبون ذلك، لذا يحاولون إسكاتهم. لم يتوقع أحد هذا الهجوم على سلمان رشدي في أغسطس 2022. الدعوة لقتل الكاتب كانت قبل عقود طويلة وكادت أن تنسى. ثم صدم العالم كله عندما تعرض رشدي للطعن في إحدى الفعاليات. وفي عام 89، أي قبل 33 عاماً، اتهم زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني رشدي بأنه في روايته آيات شيطانية يسخر من النبي محمد، والنتيجة احتجاجات في جميع أنحاء العالم. قتل مترجم الكتاب الياباني هيتوشي إيغاراشي. والآن الهجوم على رشدي نفسه. أصيب بجروح خطيرة وفقد إحدى عينيه إثر تعرضه لهجوم بسكين. وبعد عام يجري رشدي جولة من المقابلات الصحفية ويحصل في ألمانيا على جائزة السلام الشهيرة لتجارة الكتب الألمانية، وهو يرغب أكثر من غيره في الحديث عن كتابه الجديد الذي كان قد أنهى كتابته قبل الهجوم، مدينة النصر، رواية رائعة عن مملكة هندية يسمح فيها بجميع الأديان وتتمتع فيها المرأة بحقوق متساوية. وبطبيعة الحال يعتبر هذا بمثابة نداء من أجل حرية التعبير، لكن رشدي أصبح بشكل لا إرادي رمزا لها. لا أشعر بأنني رمز، بل بأنني كاتب يعمل. أنا لست الكاتب الوحيد في العالم الذي تعرض للتهديد أو الهجوم، ولسوء الحظ فهذه ظاهرة استمرت عبر التاريخ ولا تلوح في الأفق أي علامات على انتهائها، لذا علينا مجابهتها. الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو الاستمرار. من سوى الشعراء قادر على كسر هذه الدائرة؟ ومن غيرهم يعرف لغة الموت ويستطيع أن يعد الناس بالحقيقة اللامتناهية بدلاً من الجشع اللامحدود. في تركيا أيضاً يوجد تقليد ممتد من القمع ضد الكتاب والمثقفين والصحفيين، ضد كل الذين يقدمون أفكاراً مناوئة للسياسة الرسمية، وضد الذين لا يهابون الترهيب. ولدت وترعرعت في تركيا، حيث لا يمكن للمرء أن يبقى بعيداً عن السياسة لأنها في كل مكان، في الحياة اليومية وفي الشوارع وفي المنازل، وهذا بالذات ما يجلب للمرء المشاكل في بلاده وفي أماكن أخرى. سون ميز كردي اعتقل للمرة الأولى عندما كان طالباً في عام 1984 بعد 4 أعوام على الانقلاب العسكري. حينها سجن الجيش 500,000 شخص وعذب كثيرون منهم. في عام 96 ضربت الشرطة سون ميز وكادت أن تقتله، وكان آنذاك محامياً عن حقوق الإنسان.
هرب إلى بريطانيا وبدأ بالكتابة. ترجمت كتبه لأكثر من 40 لغة، وهو الآن رئيس رابطة القلم الدولية للكتاب. عاد سون ميتس للعيش جزئيا في تركيا، وقد شهد تغير الرئيس أردوغان الذي وصل إلى الحكم عام 2003، وتحول من مشعل لجذوة الأمل إلى مستبد لا يتسامح مع المعارضين، كما في عام 2013 عندما تحولت مظاهرات ضد مشروع بناء في متنزه الجيزي الشهير لاحتجاجات عامة البلاد، ثم قمعت بوحشية. أو كما في عام 2016 عندما نفذت اعتقالات جماعية بعد محاولة انقلاب عسكري، انتهى الأمر بعشرات الآلاف في السجن بزعم دعمهم للانقلاب، بمن فيهم الكثير من الكتاب والصحفيين. يكذبون دائما، كما أنهم يمارسون ضغوطا غير مبررة على جماعات المعارضة والمثقفين، وهذا ليس مفاجئا. إنهم يضطهدون الشعب الكردي واليساريين والمثليين والكتاب. الديمقراطية تعني قبول الاختلافات في المجتمع وإتاحة مساحة مشتركة للجميع، لكن الأنظمة الاستبدادية تكره فكرة كهذه. روايته إسطنبول إسطنبول تحكي عن السجن وأحلام المسجونين، لكنها رغم ذلك ليست رواية سياسية، بيد أن سون مينس يتلقى تهديدات بالقتل. ما زال جهاز السلطة التابع لإردوغان يشعر بالتهديد من قبل الكتاب، فهل هؤلاء يخشونه أيضاً؟ بالطبع أنا خائف، حتى لو لم يكن لديهم خوف على أنفسهم فهم يخافون على عوائلهم وأحبائهم. من جانب آخر، لم يعد الخوف يحتل الصدارة في أماكن وأوقات معينة، لأن الناس في تركيا تجاوزوا هذا الحاجز. فرغم أني خائف، لكني على استعداد لقول الأشياء التي ينبغي أن أقولها، لن يردعني شيء. صراع غير متكافئ، جهاز ضخم ضد كاتب لا يملك سوى كلماته. يمكن للديكتاتوريين ترهيب الكتاب والشعراء واضطهادهم ومحاربتهم بوحشية، لكنهم لا يستطيعون إسكاتهم. على الرغم من كل هذا القمع من قبل الحكومات، من قبل الأنظمة الاستبدادية التي تحارب سلطة الكتاب التي لا يمكن ثنيها، ما زلنا أقوى، وأعتقد أننا سننتصر.